هيدا الدفتر انت بلشت تكتبي عليه من اول ما خلقت بنتك؟ اول ما كتبت انه وجع قلبي، كيف بدي اخذك على سريلانكا، كيف بدي سافر، انا ما معي هدا، ما في ولا كلمه بيساعدني هدا. كتبت. انت ام ولدتي ما عندك غير طفلتك تحكي معها. مظبوط. هي اللي بدك تشكي لها وجعك عليها. حكيتي معها إلها يعني؟ كتبتي لها إلها؟ ما بعرف كيف بدي جاوبك. كنت عم تكتبي على الدفتر كل يوم؟ كل يوم كل يوم. لا اجى هيدا النهار اللي ما بعرف قدرتي تحملي القلم فيه؟ كتبتي شي فيه؟ كتبت وقت اللي اخذوا وينه وينه كيف بدي اعيش. أسوكا ليه فكرت تكذبي؟ كنت تكذبي قبل هيك؟ ولا هي أول مرة بتفكري تكذبي؟ أول مرة. هيدا الرعب اللي خوفك كأنه بدك تكذبي كل شيء ما تنسي ولا شيء؟ مظبوط مظبوط حبيبي. بتقعد الأم 9 أشهر ناطرة تشوف وجه ابنها أو بنتها. هيدا الحبل أصلاً كله ما كان مثل الاثنين اللي قبله. الاثنين اللي قبله كنت بين ناسك بين أهلك مالكة أنت كل القرار. هون أنت ريشة بالهواء. هيدا خليك تحب اللي ببطنك أكتر لأنك خايفة عليه أكتر. أكتر إيه. ما أخوة. هالمرة أنت بغربة. إيه. ما في هدا. هيدا الولد خلق وحدك لبستي، وحدك خنشتي. إيه. وحدك سرتي عليه. هالخمستاشر يوم اللي هن كانوا أحلى وأصعب أيام. مظبوط. شو بتتذكري منه؟ لا بهال 15 يوم بمشهد هيك اذا بدك تسترجعيه شو بتتذكري منه؟ بس تهمم على طول، عم تبكي، صرخ، ما بتحب المي كان. ما بتحب المي ابدا. بينت فين بتشبه؟ بينت بنتي صغيره بتشبه. اخذوا كل اغراضها معها؟ ما في شيء اغراضها. بقي لك منها شيء؟ لا، ما هن لبسوه طقم، جابوا تقف، ما هني بياخدن للولاد التاني، ما في كان كذا واحدة بدت تولد، ما بخلوها تاخدوا دغري للتاني والتانية. ما بيخلوا لك شيء؟ ما بخلوا شيء. شو كان بدك تسميها؟ ماليتا، اسمها ماليتا. كان بدك تسميها ماليتا؟ ماليتا. وغيرك سميها؟ هي سمى مارينكا. من يوم اللي ولدت مارينكا ليوم اللي اتاخدت صار مارق هلا 29 سنة. خبريني أسوكا بهال 29 سنة كيف كانت؟ ضايعة. وينو مارينكا؟ وينو مارينكا؟ وينو هذا؟ وينو بدي شوفها؟ بدي شوفها شو صار لها. في ناس قالوا لي ما تفتش على بنتك، قال في ولاد بياخذوا وبياخذوا كبد، بياخذوا مدر عيون مشان العمليات. كل يوم عاد تبكي تبكي عاد رعب. صرت يجيكي هواجس تخافي تكون ايه؟ صار لها شيء او بهالشيء. ايه؟ ايه؟ ما جنيتي؟ ما غضبتي؟ ما جنيتي على 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 رجال مضى ورقه انه استغنى عن بنت؟ ما جنيتي على حظك ليه صار فيك هيك؟ ما جنيتي ليه ما لك حق تعترضي؟ ما جنيتي ليه ما حدا بيخليك يسالك شو رايك بالموضوع حتى؟ كان الغضب أكبر ولا الحزن أكبر ولا خوفك على بنتك وين راحت أكبر؟ أكتر شيء خوف وين رحتي، مع مين، شو عملت، شو صار معها. شو جابك على لبنان؟ شو جابك؟ كيف تجيت على لبنان؟ كيف تجيت على لبنان؟ بس تعملوا مشاكل مشان كرمال بنتي سفارة بعتتن لهوني. عملتي مشاكل كتير؟ كتير. كيف يعني؟ كيف يعني عملت مشاكل كتير؟ مشاكل كل يوم بصر، كل يوم مثل مجنونة بتخنق، بدو قال نظف سفارة وهيك، بقول لا ما بدي نظف،
انا بدي دال هيك بدي ليجيب بنتي. قالت لا بدك تشتغلي بدك ظبطي حالك. شو ظبطي حالك؟ ما بدي ظبط حالي. ورجع مره قالت لي بدك توديكي على برا. قلت له وين برا؟ قال بدك توديكي على لبنان. شو كل يوم انا بدي اعمل مشكل مشكل. وقفت قلت اوكي بدي سافر على لبنان. بس انت ما كنت عارفه اذا بنتك بقيت بالاردن ولا سافرت من الاردن؟ لا لا قالت لي انه منا بالاردن. ايه قالت بس ما قالت لك وين. لا ما قالت لي. قالت لي اليومين ثلاثه ضل باوتيل بدون سافروا هني. قلت له وين بسافر اي بلد؟ قال لا ما بعرف بلد اجنبي هيك يوروبا هيك. مثل افلام قصصك اسوكا يعني في بنت جوا بتساعد كانها شوي بتقول شويه معلومات بتخاف تقول كثير. مزبوط. دلتك هي على فتحه الباب وقالت لك هي انه بنتك هلا قعدت بالاوتيل مع الناس اللي تبنوها وتركت الاردن بعدين. هذا اللي خليك تقولي ايه برجع على لبنان. طيب ليش ما قلت بدي اروح على سريلانكا؟ ما هني قالت لي بدك تسافريكي على سريلانكا. قلت لي ما بدي سافر سريلانكا. بدي تعطيني بنتي بدي سافر. ما في بنتي ما بدي سافر. جيت على لبنان. نعم. وانت بعدك مقرره انك تضلك عم تدوري عليها؟ اكيد. وهذا كان قرارك لحالك ولا في حدا من عائلتك بسريلانكا؟ ما في هيدا لحالي انا. يعني بيا بعده ما بده يعرف وينها كان؟ ما بده. هيدا الجرح؟ نعم. طبيعي خلق مشكل مع جوزك؟ ايه. اول مره رحتي على سريلانكا كان قد ايه قاطع وقت؟ كان قد ايه عمرها بنتك اللي اختفت؟ 8 سنين 9 سنين. 8 سنين؟ نعم. حكيتي مع زوجك بالموضوع؟ معلوم. ايه حكيت معه. اخذ مصاري هو؟ لا لا. تنازل بلا مصاري حتى؟ لا. تنازل ليش لكان؟ اذا مش مقابل مصاري ليه تنازل؟ ما بعرف يمكن انه هو بيقولوا البكر انه عندنا بنتين ما في ما اعطيه ولا اكل ولا بيت ولا شيء. تخانقتوا؟ ما انا تركته. قلت له خلص انا بعد بقول لو انا مثل ما ربيت بنتين سريلانكا اذا مارينكا معي بتربي عادي. تركتيه لجوزك؟ ايه تركت. وبعد قد ايه مات؟ بعده شيء 12 سنه. بعد ما رحتي على الدفن؟ ايه ما رحت. كرمال مارينكا؟ كرمال مارينكا كرمال هنا دمرت حياتي كلها. كرمال مارينكا أكتر شيء أنا تركته إنه ما بدي إياك يرجع أشوف وجهك. هو بالحال أنا ولا بنتين لحالي. يعني كرمال مارينكا أسوكا طلقت زوجها اللي هو استغنى عن بنته وأخذت بناتها اثنين اللي بسريلانكا عاشت معهم لحالها بالفترات اللي كانت تروح فيها من لبنان. مزبوط. ومات زوجها وما راحت على الدفن. لا لأنه اعتبرته بي استغنى عن بنته. مزبوط. وجبرها أنه هي كمان تكون محرومة منها. مزبوط. كله هذا كرمال مارينكا. أكيد أكيد. يعني مش كتير مارينكا لإلي مثل ما هديك هي كمان بدي. أسوكا أول مرة قدرتي تعرفي معلومات عن مارينكا. كيف كان؟ شو المعلومات اللي عرفتيها؟ شو معلومات؟ في كان برنامج من بريطانيا في واحدة سريلانكية من بعد 26 سنة ونزلين فيديو على فيسبوك. طلعت أنا وفي كتبت أنا مشان الماسنجر كتبت بليز انا في بنتي مدايا بتساعدوني بدي اشوفها. كتبت تبع الجروب هيك ماسنجر. في جروب خاص بالولاد الضايعين. في صفحه خاصه للولاد الضايعين من جزر سريلانكا. حطيتي انت انفورميشن عن حالك؟ نعم.
وبعدين في شاب سريلانكي كتب معي ماسنجر. بلشوا ناس يساعدوك. ايه. وشو صار بعدين؟ بعدين أنا كان بيشتغل جاي من الشغل، دق تليفوني من ماسنجر. ايه. بعت المسج بالأجنبي. المسج المكتوب لك ايه. على تليفونك كان مكتوب ايه. بالإنجليزي؟ ايه. ايه. من مين؟ من مارينكا. شو بيقول؟ قال أنا مارينكا، أنا بنتك هيك. بعتت أويس أي دونت نو سبيك إنجليش، سبيك عربي هيك. بعدين كتبت لي هي بسريلانكا. كتبت لك بسريلانكا؟ نعم. سألتني ماما أما يعني سريلانكي ماما أما. ساعتها قلت لها ايه انت بتعرف سريلانكا؟ قالت لا. قالت لا. بعدين كتبت انا ضل يكتب ضل يبعث لي صور. هيدي اللحظه اللي ما حفيك بحياتك تنسيها، اللي صار لك 29 سنه ناطرتيها. ايه. كنت لحالك ولا كان معك حدا؟ لا لحالي. شو صار فيك؟ صليت كان في قدامي قدره هيك، فاتت لجوا صليت بشكرك يا حبيبتي. بس كم مره طلعتي بهالمساج؟ كم مره طلعتي فيه؟ بعدني مشيل وشيل وبعد بعدك بتطلعي فيه؟ بعد. كأنه ما بينشبع من هاللحظة. لا. شو حكيتي بعدين؟ شو صار حديث انت وياها؟ كل يوم بعت لي مسج صبح ظهر عشية. هي قالت لي انت ما تزعلي، انت هلا خليكي مبسوطة، انت لقيتي بنتك. يعني هي كانت عم تتعاطف معك، حاسة باللي انت حاسة فيه. ايه. ما هي بعد معي بتليفوني مسج تبعها. قال لي انت ما تزعلي، انت هلا لقيتي بنتك، بس بدي وقت تيجي لعندك. بدي وقت. لوين؟ وين كانت؟ على سريلانكا. هي وين كانت؟ ايه هي قالت لي بالهولند. بهولندا عايشه. يعني انت لمستي منها لمارينكا انه هي متفهمه كل القصه اللي صارت معك ومتعاطفه ومشتقت لك مثل ما انت مشتقتي لها. مظبوط. بلشتوا تحكوا مع بعض دائما؟ ايه دائما. واتفقتوا تلتقوا؟ مظبوط. بسريلانكا؟ مظبوط. بعد قد ايه وقت قلتوا؟ بعد قالت لي هي لولا بعدها صغير بنتها، بس تكبر شوي تعطيني وقت ليجي، بس ما قالت لي امتى رح تيجي. ما قلتي لها انت انه انت فيك تروحي؟ قلت لها. ايه. قلت لها. ايه. قالت لي هذا ما في جواب. ما عندها جواب. ما عندها جواب انه تعي لعندك؟ ايه لا ما عندها. انا كتبت انا بدي اجي لعندك بدي اشوفك، ما جاوبتني. وشو صار بعدين؟ بعدين على طول بحكي صبح اما جود نايت، شو عملتي اليوم؟ نهارك سعيد؟ اشتغلتي اليوم؟ وهيك كل يوم. بس بعده الامل انه هي تلتقى فيكي؟ ايه. هي مقررة انه يكون بسريلانكا لما هي تقول امتى؟ مظبوط. يعني انت ما تجي، كأنه عم تقول لك ما تجي. ايه. فجأة سكت. فجأة سكتت؟ سكتت. يعني بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ اعمل بلوك بعد شيء 4-5 شهور. ضليتوا 4 شهور تحكوا مع بعض بشكل طبيعي؟ ايه مظبوط. وبعدين فجأة عملت بلوك؟ نعم. بس قبل أسوكا، يعني من نهار اللي هي بعثت لك انه انا بنتك، نعم. طب انت عم تقولي انه هول المعلومات حطيتيهم على صفحه عامه، كيف تاكدت انه هاي هي البنت اللي انت عم تدور عليها؟ هي ايه؟ عن جد بنتك؟ ايه. انا سالتها انا كيف بدي اعرف انك انت بنتي؟ ايه. قلت لها قولي لي العيد ميلادك. ايه. قالت لي وبعدين انا قلت لها انا معي صوره، واهلك كان بعت لها السفاره، انا اخذت صوره
ثياتها بعد عطيته ثياتها من مساجر وديته هذه الصورة. انت انت وديتها هي الصورة؟ ايه. قالت لي ايه هذا انا، هي معها قال هذه الصورة كمان هنيك. حطت لك اياها كمان؟ ايه. هي حطت لك اياها على التليفون كمان؟ لا تليفون، قال هذا صورة من وين؟ قلت لها من السفارة هذا. هذا اهلك بعثت السفارة، سفارة اعطاني لإلي. قال ايه هذا مظبوط، هي صورة عندها بالحمام. يعني هي عندها نفس الصورة اللي أنت عندك إياها. مظبوط. هذا اللي خليكم تأكدوا إيه؟ إنه أنتوا اللي عم بتدوروا إيه؟ على بعض. بعدين قلت لها في معها بالخزانة الفايل كل شيء من معلومات من السفارة الأردنية. عندها ملفة؟ إيه اسمي أنا. هي قالت لي. يعني هي كان عندها اسمك كل هالوقت؟ 29 سنة أسوكا كان عندها اسمك؟ إيه. ما هي ليه ما فتشت؟ ليه ما فتشت؟ ليه ما سألت؟ أسوكا عم تقولي لي أشياء ما بعرف كيف نفسرها، أنت حتفسري لي إياها. عم بتقولي إنه بنتك إيه؟ هي اتصلت فيك، هي فرجتك إنه هي متعاطفة معك وفهمين القصة. مزبوط. وهي قالت لك إنه أنا مني زعلانة منك لأنه أنا بعرف إنه أنت عملت هيك غصب عنك، وعطتك الدليل إيه؟ إنه أنت إيه؟ أمه. وبنفس الوقت بنتك من أول نهار ملف عندها موجود إنه أنت أمها بالاسم. مزبوط. طب كيف هي. كيف هذا الشيء بتفسر؟ هي قالت لي أنا راح أعمل بلوك. هي قالت لي أنا راح أعمل بلوك، بي ما بيقبل، بي هيك قال لأعطاها سفارة مصاري كتير لا ياخذ، هي لا أخذت هي. بيّة. بعد أربعة أشهر من الحكي معك إيه؟ وبعد ما وعدتك إنه حتشوفك بسريلانكا. مزبوط. بس أنت ما تجي، هي بتقرر إمتين. مزبوط. بتقلك أنا بدي أعمل بلوك لأنه بي اللي تبناني ما إيه؟ بيني أحكي معك. مزبوط. إيه. هي كل هالأربعة أشهر ما كان في حدا من اللي حواليها بيعرف إنه عم تحكي معك؟ ما بقى. أنا سألت مرة جوزك ما بيعرف؟ قالت لي جوزي رين بيعرف. إيه. جوزها بيعرف إنه عم تحكي. إيه. والولاد كانت تبعت لك صورهم ولادها او تحكيكي عنهم او يحكوا معك ولادها؟ بنتها حكيت معي. حكيت معك؟ قالت تيتا تيتا جراند مادر. ايه يعني حكيت. يعني انت وصلتي انت وياها لمطرح كانه عم ترجعوا تقربوا. مزبوط. بعد اربعة اشهر بتجي بتقول لي ايه من دون ما يصير اي مشكله بيناتكم؟ بدون شيء. شو قالت لك خبريني؟ ما بعرف انه شيء. قالت لي وبي ما بيقبل، و أنا هي كتب ابن خي بسريلانكا إني تكتب مع بعضهم أيه. بالماسنجر أيه. وقالت لها لابن خي البي هون ما بيقبل عم تحكي مع ماما. ابن خي خبرت قالت لي أمته أنت ما تحكي معها، ما تحكي معها ولا إشي، بيها ما بيقبل، بيها عملوا مشكلة معها، هل فوتها مستشفى كان زعلانة وتعبانة ما تحكي معها. هي خبرتك إنه أنا بدي أعمل بلوك لإلك يا ماما؟ إيه. لأنه البي اللي تبناني عرف إيه؟ إنه عم بحكي معك. مظبوط. وما بده إني أحكي معك. مظبوط. شو قلتي له؟ لما بنتك صار لها خمسة أشهر بتحكي معك وأنت صار لك 100 سنة عم تدوري عليها. قلت لها أنا أنت اللي حكيت، أنت ما كان عارف إنه وانا ماما، وانت بعتتهم للمسج لإلي، انا انت ماما انت دمي، بس انا في اهلي هون هيك قالت لي هي. ما بعد ما في شيء، بعد ما في انا وياه بين حكي ولا شيء. طب ما قالت لك مثلا بحكي معك بالسر بلا ما يعرف؟